الملعوق يا ابو العسل عسل عينون. انت عارفه يا ابو تدري اني بقالي 30 سنه عمدي الدنشواي ابا عن جد، عمري ما حسيت اني مالي مركزي قد اليومين دول. ايوه امال هم هيلاقوا في البر كله عمده زيك، ده انت مراعي مصلحه اهل البلد كلهم اخر حاجه، حتى الانجليز شايلهم على كفوف الراحه. ما هي دي الشطاره، ازاي تنيم اللي قدامك على الجنب اللي يريحه. بس بقى على الله تعدني من ضمن اللي عايزين يرتاحوا. ايه انت هم مرتاحة واخر غندرة يا مبطرخة. يا عمدي يا عمدي ايه يا عمدي ايه يا زفت انت في ايه؟ البلد هيجان عليك وعلى افعالك الهبلة. اني افعالي هبلة يا ابن الهطلة؟ غور نجيب حساكتك ده يا فمك، ده كان زمان انما سلمبي فنج العينين ونورنا يا حراميه. اخرس انكشح يا واد بدل ما تخك. هنكشح وهغور وادي حاجتكم اهي، انا هنضم للمعارضه. غور يا ابن السرمه هتشوفوا ايام سودي. غور يا ابن السرمه من هنا جبريلي. والله يا قطع خبر امك. ايه دي يا عمدي؟ الواد اللي بيفتح عينين الفلاحين علينا يكونش يصدق انه زعيم بصحيح؟ انت لازم تتصرف يا عمدي. طب والعمل يا مقتدري؟ وهي دي الفكاره، ما تتصرف قبل ما تبقى هزو. لا قطع لسان اللي يقول عليا كده. الموضوع ده لازم يخلص الليله، ارميه من فوق والليله يا عمدي. طب افرضي انه وقع وما ماتش واللي بيقرره وعرف منه سر الكنز، علشان تطمن تخه قبل ما ترميه. ارميه منين يا ولية؟ يا لهوي يما هترميه من فوق الحصيره يا راجل، من فوق الدار. يا ساتر عليك، ده انت مره سو بريه من شرك. قوم يا راجل. حاضر اديني غاير في 60 داهيه. راجل بلط. يسكت يسكت حكم العمدة. 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 هيصة هيصة عندي عمدتنا. انزل يا عبدة عشان تشوف الموجة التانية من الثورة. الناس ايه؟ ايه مش مشيت؟ الناس مشيت. فين الناس يا بنت؟ الناس مش عارفة يا سليم، بس ادي معاك. معايا ايه؟ الناس اللي مشيت دي ايه؟ فلول ولا ايه؟ ايوه فول، نفسي في فول وفحلين بصل وقرنين بسر. بس فاهم جوعت جوعت يا سيدي. يا بنت جوعت ايه؟ جوعت من الهتاف. هتاف ايه ده؟ انا اللي طلع من امي اللي جابوني. احنا الوقت الثوره باظت خلاص. ايوه الثوره فكرتي. يلا اهتف اهتف يا سعيد اهتف. ادي سخنت سخنت ايه وانت هتشوط البلد؟ ايه سخنت؟ انا تعبت بقى بهتف من اول البلد. عيب انت السعيد اهتف يا ست. مش هتنامي على عيني اللي جابوني هتفت خلاص. بس بس يا سيدي خلاص خلاص. يسكت يسكت حكم العبد. يا لمبي ايوه هريسه اهو. مش هو ده سبب نزولك البلد؟ ايوه. مش هو ده اللي انت عايزه؟ ايوه. وماله؟ خده بس جثه. ما تموتنيش يا عمدي انا اعمى. اخرس يا كلب. Oh,
ابو هريسه جدو. جدو انا اللمبي. اللمبي؟ ايوه اللمبي. انت اللي كنت بتطبل على الطبله؟ الحمد لله الحمد لله. هي دي البشاره، الليمبي بيطبل على الطبله. ايوه زي ما قالولنا. وكمان الدبانه الحمراء هنا على كتفي. انت الليمبي؟ ايوه. انا مبسوط قوي. ايوه انني فتحت قبل ما اموت. والنبي وهقول لك على سر الكنز. قول. ايوه بس مش هقوله لك هنا. اما فين؟ هقوله لك هناك تحت الشجره. هتقولولي هناك تحت الشجره ازاي يعني؟ فين الشجره الشرقيه؟ عارفاها. انت عارفه الشجره الشرقيه؟ ايوه ايوه خلاص ماشي. الشجره دي هي فيها ذكريات. ايوه كنت بقعد انا وستك هناك وناكل برتقال. ناكل برتقال. الله يرحمها. الله يرحمها. هي فين دلوقتي؟ ماتت. لا والله. هي السبب في ضياع عيني. كنت احذفها بالبرتقاله. وتحذف لي بالبرتقاله. ايوه وفي ساعه تجلي حذفت لي البرتقالتين. ضيعت عيني بس كان عمى مؤقت. الله يرحمه. خلاص كنت تحت الشجره بقى. سد معايا يا فتحي. حتى يا سيدي. يلا يا اخوي. يلا يا اخوي. يلا يا اخوي. يا اهل البلد يا اهل البلد يا خلق يا شهادهم. ابو الحاج هريسي بيفرفر وشكله هيموت دلوقتي اهو. يلا يغور قبري يلم العفش. ده قاعد يتسلف من كل واحد فينا النيكله والسحتوت لحد ما بيعنا هدمتني. يعني ايه يا فلاحين؟ هنسيب هريسها ده يموت كده من غير ما يقول لنا مكان الكنز فين وفين خباه؟ يا نكدي احنا نروح كلتنا كده ونكتم على نفسه لحد ما يقر مكان الكنز ده فين. ايه سخام الطين اللي انت بتقوله دي؟ نروح كلتني ونكتم على نفس بيقولك بيموت بيفرفر. هنعمل في ايه التاني؟ امال هنعمل ايه بقى يا سهار؟ الله يخرب بيتك خرعتني بالراحة مصرورة. انا عندي الحال. ايه اكيد الاكيد هريسة دي وهو بيودع هيقول لابنه ضناه عن مكان الكنز. يا سلام كلامك فطير مشلتت يا حاج. ده كلام موزون بصحيح. هو ده الكلام يا مهضم. يبقى احنا نراقبه لغاية ما نعرف مكان الكنز فين وساعته اخده لوحدي. قصدي يعني اخده لوحدي وبعدين اقسمه علينا بالتساوي. والله كلامك فرص بعجوة يا حاج. كلام موزون بصحيح. الله يفتح عليك يا مهضم. يبقى مين اللي المفروض نراقبه لغاية ما نعرف مكان الكنز؟ الليمبي. مين اللي لو حاولنا ناخد منه الكنز ومرضيش نقطم رقبته؟ الليمبي. براو عليكم يا رجالي. يلا بينا. على فين؟ الله يخرب بيوتكم. على الليمبي وهو بيسمع من هريسة مكان الكنز يا بهاي. يلا بينا. يلا. ده مكانك جدي. ده مكانك جدي. انزل انزل حط لك حجر اهو. انزل ريح. ايوه. طب وبعدين يا سليب؟ اللي بعدين ادينا قاعدين بقى لما نشوف اللي هيحصل فيه ايه. يا عبدي ايه يا سليب ايه خايفي؟ بس بنت بس بنت العلامه بس العلامه العلامه بتاعت الكنز بس. ايوه سليبي. مفتاح الكنز. مفتاح الكنز. ما كدبتش يا سليبي. وصفة الكنز كبات. الله انتوا مالكم متأثرة قوي كده ليه؟ يلا بينا بقى عشان نروح نمشي بقى. يلا. لا يا سليبي لا بقدرش بقدرش اسيب ابويا وابي ملهمش غيري. يا بنت ابويا وابوي ايه يا بنت؟ بقول لك المشاعر الدفينه دي ملهاش مكان عندنا في قلب الحته اللي انا جاي منها. يلا بينا نخلع. يلا. ما قدرش يا سليبي. مش انا اللي ابيع اهلي. انا بلدي بلد ابويا وجدي. انا مصريه. برافو حلو قوي. يلا بقى خلاص. روح يا سليبي. طب حروح عشان خاطر سليبي دي. ايه يا سليبي؟ ايه يا سليبي؟